وقد سمعت ورأيت عجبا من أعاجيب المعبرين، ووالله لو يتسع المقام لأذكر لكم قصصا من الخيال والأعاجيب الغريبة التي لا يقبلها عقل في تأويل مثل هذه الرؤى والأحلام، وأذكر لكم بعضا منها وهي في الحقيقة غريبة. سأذكر شيئا بسيطا. يقول: اتصل رجل على أحد المعبرين في إحدى القنوات الفضائية، والعجيب والغريب أن مقدم البرنامج كان يستضيف أحد المعبرين عن طريق الهاتف، فيستمع إلى من يقص رؤياه ثم يجيب عليها عبر الهاتف. فقام هذا المذيع فاستقبل إحدى المكالمات، ثم ذكر له الرجل قصته وما تعرض له. قال له: زوجتي منذ فترة وهي تشكو من أنها ترى، بعد أن أذهب إلى دوامي وعملي، تشكو من أن الباب مفتوح وتشعر أن أحدا يدخل إلى البيت، فأودع في ذلك في نفسها خوفا شديدا ورعبا، فلا ندري ماذا نفعل ولا ماذا نصنع، فدائما ترى هذه الرؤيا، ما تأويلها؟ فقام المعبر الذي عبر التليفون يقول له: هل حصل بينكما في أيام الزواج الأولى شيء؟ قال: لا، الأمور على ما يرام. قال: اسألها تأكد، انظر، اسألها تأكد هل حصل في أيام الزواج الأولى شيء؟ قال: لا. ثم غاب هكا ثواني فسألها فقالت له: لا، لم يحصل شيء. طيب منذ متى وأنتم وهي ترى هذه المشكلة؟ قال: من بعد تقريبا 3 سنوات من الزواج، في الشهر الرابع من الحمل الأول. وإذا بالمعبر يتلعثم، لا يعرف ماذا يقول، كيف يجيب، كيف يرد. فاستدرك المذيع القضية ونصب نفسه معبرا بدل المعبر الذي استقدمه للتعبير. قال: اسمعني يا شيخ، أنا لعل الصوت عندك ليس واضحا، ولكن سأذكر، لا أنا الآن القضية واضحة. فسألها نفس الأسئلة: هل متأكد، هل كذا، هل كذا، نفس الأسئلة تسألها المعبر الأول. ثم قال له: اسألها هل حصل شيء فعلا في الأيام الأولى؟ قال: لا، ما حصل، احنا عارفين يا شيخ أنه هذا الشيء ما حصل، أكد له أنه لم يحصل شيء. قال: إذن الاسبيكر موجودة؟ قال: نعم. قال: افتح الاسبيكر وتسمعني. ثم بدأ يقرأ ويلقنها بعض الأدعية، وحقيقة أنا أسميها الوصفة السحرية للخلوص من السحر. اكتشف الرجل أن عند هذه المرأة من خلال هذه الرؤية أن عندها سحر مدفون عند الباب. أنا حقيقة صدمت وذهلت، من الذي علمه هذا؟ فقال له: فلتردد ورايا، حسبي الله ونعم الوكيل من رش سحرا عند الباب. قال: فلتقل هذا 5 مرات. طيب لماذا حددت 5 مرات؟ من الذي علمك أن تحدد أنه حسبي الله ونعم الوكيل على من رش السحر عند الباب 5 مرات؟ أنا كتبته حتى أكون أمينا في النقل عنه، حتى لا أتبنى عليه أو أقول عنه شيئا آخر. ثم قال له: قل اللهم عليك بمن رش السحر البودرة البنية الترابية عند الباب من امرأة خبيثة حاسدة. إذن هو وصف أن المرأة التي هي أودعت هذا السحر عند الباب امرأة خبيثة حاسدة، حسبي الله على المس اليهودي الخبيث خادم الساحر. هذا في قناة فضائية ورجل ملتحي باسم الدين يتكلم. أنا أتعجب كيف مثل هذه الأمور تحصل. ثم جاء بعد ذلك بالوصفة السحر، بالوصفة السحرية. قال: وإذا المرأة تبكي عبر السبيكر وتصيح ويقول له: يا شيخ أغمي عليها. قال: لا تخاف، ضع كولونيا على خشمها ثم اضغط على بطنها مرتان تفيق بإذن الله. وجعل الناس تعيش في جو من الثقة في هذا المتحدث. ثم قال له: تأتي بماء زمزم، أي جرد الماء زمزم، وتضيف له قارورة من الورد،
ماء زمزم وتضيف له قارورة من الورد، ثم تأتي بسبع ملاعق حدد من الملح وسبع ملاعق من الخل، ثم تقرأ الفاتحة سبع مرات، ثم تقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة واتبع ما تتلو الشياطين والمعوذات، وتغسل الباب عند المدخل عن في الأرضية وعن يمينه وأعلاه سبعة أيام، وبعدها ستشعر زوجتك بالإسهال والإفرازات ويبطل السحر بإذن الله. انتهت القضية، حلها الرجل. هذا غباء، هذا دجل، هذا كذب، هذا قول على الله بغير علم، هذا تعالم عن الله ورسوله وليس علم، هذا ضحك على الناس دغدغت عواطفهم ومشاعرهم بهذه الكلمات الإيمانية وهي بعيدة كل البعد عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم في علاج السحر. ألا فليتق الله مفسرو الأحلام والرؤى في الفضائيات؟ كفاكم كذبا، كفاكم زورا، كفاكم بهتانا باسم الدين، كفاكم، اتقوا الله سبحانه وتعالى. والأعجب من هذا كله رجل آخر، معبر آخر مشهور على أشهر القنوات الفضائية، اتصلت إليه امرأة، فيه امرأة، فقالت له: يا شيخ، توجد بيني وبين زوجي مشاكل، فرأيت في المنام أن زوجي فعل له ثلاث عمليات في بطنه والرابعة في رقبته، وتخرج من هذه العمليات الثلاث شيء غريب مثل اللحم، فلما رأيته هكذا قلت له: أنت صنعت هذه العملية، انظر رؤى النساء كيف، أنت صنعت هذه أو فعلت هذه العملية من أجل أن تتجمل أمام حبيبتك التي تحدثها في التليفون، وأصبحت أصارخ عليه، ما أدري إيش هذه الرؤيا يا شيخ. فقال: وكله ثقة وكله جرأة، وكأن جبريل نزل عليه من السماء وقال لها: هل طلقك زوجك قبل ذلك؟ قالت: نعم يا شيخ، طلقتين. قال: نعوذ بالله من الثالثة. وانتهت المكالمة. اتقوا الله، أدخلتم في نفوس الناس الوهم، أدخلتم في نفوس الناس الأحلام بعينها، جعلتم الناس تخاف من حياتها ومن تصرفاتها وسلوكها. اتقوا الله، اعلموا أنكم ملاقوه وأنه سيسألكم سبحانه وتعالى عن كل هذا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة محسوبة، والله لو أذكر لكم مثل هذه الخزعبلات ومثل هذه التأويلات والله لتموت من الغرائب والعجائب. بل تعدى الأمر إلى أنهم أصبحوا يفسرون ويعبرون أن النادي الفلاني سيفوز على النادي الفلاني، وأن بطولة هذا الموسم والذي بعده والذي بعده للنادي الفلاني، فيفرح ويرقص طربا المشجعون في المباريات الرياضية، حتى أن بعضهم فعلا كان يتجرأ ويتصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي: رأيت أن الفريق الفلاني فاز بأربعة، ما تأويل ذلك؟ ثم يأتيه الجواب: سيفوز بأربع بطولات. يا إخوة، ما هذا الهراء؟ ما هذا الكذب؟ ما هذا الدجل؟ ما هذا العبث؟ هذا عبث بالدين، والله عبث بوحي من وحي النبوة. الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة،
لا تقحم هذه الرؤى التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في خيالات الناس من أجل أن يبشرهم بشيء من الخير أو يحذرهم بشيء من الشر، صرفتموها إلى أمور فيها عبث ولهو، ألا فاتقوا الله.